أكيد يعني كيف موجود خصوصيات في العنف، هناك موجود خصوصيات في الحماية يعني بالنسبة للمجتمع. يعني طالما سعينا إلى تكسير مجموعة من يعني الحواجز الثقافية التي تنهض تحول دون مشاركة المرأة بصفة مباشرة في المجتمع، ولكن يجب الإقرار أيضا أن المجتمع طور آليات لحماية المرأة من العنف. يعني مثلا على مستوى الجهات الجنوبية هناك يعني في المخيال وفي التراث المحلي أن هناك تجريم كبير مجتمعي للعنف الممارس ضد المرأة، سواء كان ماديا أو نفسيا ضد النساء، خصوصا العنف الأسري وبصفة عامة. يجب استثمار هذا المعطى في حماية المرأة، ويجب إشراك الأسر وإشراك يعني الفعاليات المجتمعية سواء وسطاء المجتمعيين في هذه العملية. وفعلا على مستوى المحاكم في مجال الوساطة دائما الأسرة حاضرة وهي تؤدي دور مهم، ويجب أيضا العمل على استثمار الموروث الثقافي في حماية يعني حقوق النساء الأخرى بصفة عامة. مع ذلك هناك قضايا تقدم على أنها تكريم للمرأة في حين أنها هي حرمان للمرأة من الولوج إلى مجموعة من الحقوق، لأن مثلا ادعاء بأن من العار أنني مثلا أذهب مع امرأة لوضع شكاية ضدها تجاريا هو يحرمها من المعاملات التجارية مثلا، هو طريقة للحرمان. ولذلك يجب أن تكون هناك ذكاء يعني في التعاطي مع المعطى الثقافي والأخذ منه ما هو إيجابي وما هو منتج، وتكسير يعني مجموعة من الطابوهات والعراقيل والعقبات التي تحول دون حق المرأة في التبليغ عن العنف الممارس ضدها سواء كان ماديا أو نفسيا. يعني الآن هناك مظاهر جديدة للعنف أكيد، خصوصا العنف الممارس الرقمي، يعني التصوير في مجالات خاصة أو المس بالخصوصية، مس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، تسريب صور فيديوهات حتى في إطار الابتزاز، وهذا يعني يشكل مشكل حقيقي مستحدث يجب أن توجد يعني بنيات للتكفل به، ويجب تطوير يعني العمل التقني خصوصا بالنسبة للشرطة العلمية والتقنية للتعاطي مع هذه الشكايات. وهذا يعني هو اللي جعلنا نفتح النقاش حول الأبعاد الجديدة والحديثة للعنف الممارس ضد النساء والفتيات وابتزازهن بهذه الطريقة، وهذا هو يعني ما سميناه بالأشكال الجديدة للعنف.